السلام عليكم أصدقائي. في هذه الحلقة سوف أشارككم معلومات عن التحديث الجديد الخاص بعرض يوز لشركة أريدو. هذا العرض اللي يتمشى عنده تطبيق خاص بيتمشى بيت تقدر تأكتيفي بيت تقدر تعرف به معلومات عن اللابيس تاعك، شحال باقي لك انترنت، شحال النميرو تاعك، الكود بيك ومجموعة من الخصائص الخاصة بشريحتك. أيضا هذا التحديث راه فقط تم إتاحته فقط اليوم، فقط صبيحة اليوم تم الإعلان عن هذا التحديث، ويمكن لمستخدمي هذه الشريحة يقومون بتحديث فقط التطبيق الخاص بيوز، وسوف تظهر لهم هذه التحديثات الجديدة. التحديثات الجديدة تتمثل في إضافة لعبة بابجي الشهيرة إلى قائمة الخدمات الممكن اختيارها. وش معناها؟ معنى كي تشري تأكتيفي إنترنت راح يمدوا لك إنترنت مهدات مجانية خاصة بلعبة بابجي، تقدر تلعب بها بابجي فقط، وكذلك يمدوا لك أكواد سكينات خاصة بهذه اللعبة. كذلك بالنسبة للتحديث الثاني وهو المتمثل في زيادة قيمة العروض اليومية والأسبوعية وحتى الشهرية. بعد اللي تقوم بتحديث التطبيق الخاص بتطبيق يوز، بعد اللي تحدثه وش راح تدير؟ راح تدخل مباشرة في الأعلى على الأربع خيارات. هنا راح تلقى مجموعة من الخيارات، راح تختار قسم الألعاب، وراح تشوفوا كما هنا راح تم ضمت إضافة بابجي موبايل. وش راح نديروا؟ راح نكليكي عليها ونشوفوا واش فيها جديد. كما تشوفوا بعد اللي تكليكي عليها راح تلقى اشتراك شهري 50,000، اشتراك شهري 70,000، واشتراك شهري 110,000. وش معناها؟ جديد راه فقط في عرض شهري اللي ب 50,000 عندك فيها 2 جيجا كما تشوفوا، تقوم بالنقر عليه وتقوم بالنقر على شراء هنا باش تشوف الخيارات فقط دون أن تقوم بالتأكيد. نقوم فقط كما ترون ب 50,000 عندك 5 جيجا صالحة للإنترنت، وكذلك عندك 2 جيجا خاصة بلعبة بابجي فقط، وكذلك تشري يعطوك كود سكين على أنت أو زهرك. واش يعطوك سكين هذا واش فيه؟ الله أعلم. أنت وزهرك كما تشوفوا عندك نحو أريدو، عندك 50 ميساج نحو أريدو، و 50 ونحو جميع الشبكات 50 دقيقة إليميتي مع أريدو بالهضرة. بالنسبة لي الهضرة. بالنسبة للعرض الشهري تاع 70,000 واش فيه؟ شوف واش فيه. فيه 7 جيجا وفيه 2 جيجا خاصة بلعبة بابجي فقط، 70 دقيقة نحو جميع الشبكات، و 70 ميساج نحو أريدو، و إليميتي مكالمات مع أريدو. بالنسبة للعرض 110,000 واش فيه؟ 110,000 فيه 2 جيجا خاصة بشريحة بلعبة بابجي فقط، وفيه 10 جيجا في الإنترنت فقط، وفيه كذلك 10 دقائق 110 دقائق نحو جميع الشبكات وإليميتي مع موبيليت. هذا هو جديد في عروض الشهرية. بالنسبة للعروض اليومية نعود للخلف كما ترون الإطار الذي قمت بتحديده الآن سوف تجد فيه العروض اليومية والأسبوعية والشهرية. نقوم بالدخول إليه كما تشوفوا تظهر لنا في الأسفل العروض اليومية 15 يوم وعروض شهرية 31 يوم. بالنسبة للعروض اليومية تقدر تأكتيفي كما تشوفوا هنا فقط من خلال النقر على أي أيقونة بالسعر وتأكتيفي. بالنسبة للعروض الأسبوعية تبدأ من 30,000 كما تشوفوا، من 30,000 حتى 80,000، هذا العروض 15 يوم. بالنسبة للعرض الشهري يبدأ من 50,000 حتى 150,000 نورمالمون، حتى 150,000 كما تشوفوا، 150,000 في 100,000 زادوا في أولى 13 جيجا كما تشوفوا. عندك ثاني كما تشوفوا ب 110,000، نكليك على 110,000 شوفوا واش فيها. كما تشوفوا كما قلت لكم في الاول عندك ب 100,000 عندك 12 جيجا وعندك 2 جيجا خاصه ببابجي، بمعنى تأمل الافضل تاكتيفي من هذا الخيار افضل من تاكتيفي من الجهه الاخرى. تاكتيفي منها حاجه مليحه، عندك 2 جيجا خاصه بلعبه بابجي، وكذلك بالاضافه الى كود سكينات تحصل على سكين في لعبه بابجي. هذا بالنسبه ل 110,000. بالنسبه ل 150,000 عندك 150,000 عندك ايضا 30 جيجا كما تشوفوا، 30 جيجا انترنت، فيسبوك وماسنجر إليميتي، ميساجات مع أريدو إليميتي، كذلك عندك مكالمات إليميتي مع أريدو، و150 دقيقه مع جميع الشبكات، وعطوك 2 جيجا البابجي وكود اسكينه. هذا بالنسبه لي شريحه بالنسبه لعرض تاع 150,000. هذا بالنسبه لعرض 150,000. بالنسبه للعروض اليوميه والاسبوعيه كما قلت لكم هذا وجدي تقريبا في التطبيق. نراكم في مواضيع لاحقة والسلام عليكم.